مشاهدينا اهلا بحضراتكم، انتهى اليوم الثالث والاخير من تصويت المصريين لانتخابات الرئاسه المصريه 2024، ويعني الحمد لله كان شكل مهيب وكان شكل مشرف للعمليه الانتخابيه المصريه. الحقيقه شاهدناها في كل ربوع مصر في كل محافظات الجمهوريه من مختلف الفئات العمريه، المراه والشباب وكبار السن وذوي الهمم. التسهيلات كانت كبيره للهيئه الوطنيه للانتخابات لتسهيل عمليه التصويت والانتخاب من قبل المواطنين. خلوني أبدأ مع حضراتكم بمؤتمر الهيئة الوطنية واللي انتهى من قليل، يعني من بعض دقائق، وهو كانت المستشار أحمد المداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وجه الشكر لجموع الشعب على المشاركة في هذه الملحمة كما وصفها هو، اللي كانت ملحمة قامت بها كافة الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية وأثبتت الانتماء والوطنية كما قال المستشار أحمد المداري. أيضا أعلن عن بدء عمليات الفرز في بعض اللجان الفرعية التي انتهى فيها التصويت، مع استمرار عملية التصويت في بعض اللجان الفرعية حتى خروج آخر ناخب منها. وده كان آخر تصريح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات منذ دقائق معدودة. خلونا نبدأ مع حضراتكم في هذه التغطية جولة مع زملائنا الأعزاء في مختلف محافظات الجمهورية حتى نرصد الصورة في اليوم الثالث والأخير من بعض المحافظات في يومها الثالث والأخير. خلونا نبدأ مع الزميل العزيز أحمد الزغبي من محافظة إسكندرية. أحمد مساء الخير، لو تطلعنا على الوضع عندك في إسكندرية، إيه الأخبار وإيه اللي حصل؟ هل تم الانتهاء من عملية التصويت في كل اللجان في محافظة إسكندرية ولا تم مد بعض اللجان؟ بالفعل زميلي أحمد العدل، تم غلق صناديق واللجان الانتخابية في المعاهد المحدد لها في الساعة 9 بعد قيام آخر الناخبين في التصويت في اللجان، وأغلقت في تمام الساعة 9 وحاليا جاي اعمال فرز الاصوات. المشاركه كان شكلها ايه يا استاذ احمد؟ النهارده محافظه اسكندريه شهدت تزايد في الاقبال على اللجان الانتخابيه للمشاركه في اليوم الثالث، يعني في كان اقبال وفي تزاحم اليوم مع تزايد اقبال الشباب وكبار السن، وكمان الاسر اصطحبت اطفالهم للمشاركة في العملية الانتخابية وهم يرفعون أعلام مصر ويضعون طبعهم في الحجر الفسفوري وسط الفرحة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. يعني ده من المشاهد الحقيقة المشرفة، الطفل وهو داخل اللجنة هو جيل المستقبل اللي هيستلم الراية الفترة المقبلة. يعني الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على رصد الصورة. خلونا نروح لمحافظة الغربية ونشوف زميلنا مصطفى عادل من هناك. يا مصطفى مساء الخير، لو تقول لنا أخبار اللجان في الغربية أخبارها إيه؟ هل تم المد في بعض اللجان أم انتهى التصويت في 9 مساء؟ الخير يا أحمد عليك وعلى كل متابعات الفيديو المتابعة. يمكن أغلقت اللجان الفرعية على في محافظة الغربية الباب من بيت الساعة 9 ما عدا بعض اللجان التي يعني تم فيها التصويت نظرا لوجود عدد كبير من الناخبين، وتم يعني إدخالهم إلى داخل اللجنة وإغلاق الباب من الخارج بعدما تم التأكد من عدم وجود أي ناخبين آخرين خارج اللجان. يمكن اليوم الأخير لماراثون الانتخابات الرئاسية تم بشكل هادي وطبيعي. يمكن الاقبال كان كبيرا منذ الصباح الباكر وقبل يعني رصدنا منذ الصباح اقبال كبير من الناخبين قبل فتح باب اللجان وفتح باب التصويت يعني بنصف ساعه، وكان تواجد كبير من السيدات والرجال وكبار السن. ممتاز. يمكن الصبح رصدنا ايضا مسيره كبيره بعلم مصر بطول اكثر من 20 متر توجهت الى احدى اللجان في مدينه المحله الكبرى وتحديدا لجنه مدرسه نصر الاحتفائيه ولحث المواطنين على المشاركه في الانتخابات الرئاسيه وتفعيل ايضا في ايديهم اعلام مصر لي ممتاز. يعني تعبير عن حبهم يعني فرحتهم بهذا الماراثون والعرس الديمقراطي الكبير. ايضا رصدنا على مدار اليوم تزايد الاقبال بشكل كبير يعني عن اليومين السابقين وخاصه الشباب والفتيات. يمكن كان هناك اقبال كبير وملحوظ ومشاركة فعالة من الشباب في اليوم الثالث. طيب رصدنا ذلك ايضا. اتفضل يا مصطفى اتفضل. رصدنا ايضا اقبال السيدات والكبار على المشاركة في العملية الانتخابية. يمكن قرى محافظة الغربية كان لها دور كبير جدا في العملية الانتخابية وخرج
على اعداد كبيره من الناخبين. طب بمناسبه الاعداد الكبيره اللي انت بتتكلم عنها دي يا مصطفى، يعني هل رصدتم اي شكاوى من قبل الناخبين ادت على يعني حدوث مشاكل او عقبات في سير العمليه الانتخابيه، ولا العمليه كانت ماشيه ازاي؟ العمليه كانت بشكل هادي وطبيعي. تم حضرتك ان العمليه تمت على مدار اليوم بشكل طبيعي وهادي، والناخبين كانوا يدلونا بصوتهم بسهوله كبيره. يمكن اليوم رصدنا ايضا عدد من المسيرات خرجت في اماكن متفرقه في محافظه الغربيه، منها مسيره للعاملون بمستشفيات جامعه طنطا وقادها عميد الكليه، وطفت يعني شوارع المجمع الطبي، وخرجت وتوجهت المسيره لاحدى اللجان الانتخابيه رافعين ايضا اعلام مصر وبرامج مكتوب عليها انزل وشارك. وايضا هناك كانت هناك مسيره يعني مسيره ايضا كبيره يعني شارك فيها اكثر من 30,000 طالب. وفقا 30,000 طالب بالفعل من الطلاب والعاملين منسوبين لجامعه طنطا وقادها رئيس الجامعه ونوابه وعمداء الكليات. ايضا كانت هناك مسيره اخرى في التاسعة صباحا في شوارع مدينه طنطا، يعني متجهه الى بعض اللجان، يعني كان الهدف منها حث المواطنين على الإذاعة بأصواتهم. يمكن بعد ساعة الراحة للمستفيدين على بالضبط على العملية الانتخابية، كان الإقبال كبيرا، وكان أيضا إقبالا ملحوظا من الرجال والشباب والسيدات. لجان المغتربين أيضا كان هناك فيها إقبال كبير من المواطنين من خارج المحافظة الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية. خلينا نوضح برضه يا أحمد واصبر إن محافظة الغربية يعني المقيدين ممن لهم حق التصويت 3,544,993 ناخب، ممن لهم حق التصويت داخل 693 لجنة فرعية، وهناك أيضا 16 لجنة للمغتربين موزعة على مستوى المحافظة. العملية الانتخابية تمت بسهولة يعني بشكل طبيعي كما أثرنا، كان هناك يعني قبل الانتهاء او غلق باب التصويت بنصف ساعه كان الاقبال كبير، ويعني تزايد بشكل كبير للسيدات وكبار السن. يعني حتى يعني نشطنا يعني رصدنا ايضا اليوم احد المواطنين يعني المسنين يعني توجه يعني يعني طلب لمحافظه غربيه، ويعني يعني طلب فيه ان يعني السماح له او يعني مساعدته في التوجه الى اللجنه، وتم توجيه سياره اسعاف مجهزه قامت بنقل هذا الناخب الى اللجنه. يعني هي دي التسهيلات اللي احنا متعودين عليها، وهم دول المصريين زي ما انت وصفتهم، يعني مظاهره في حب مصر، 30,000 طالب خرجوا علشان يحطوا ناس على مشاركه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز مصطفى عادل من محافظه الغربيه على الرصد والمتابعه، شكرا ليك يا مصطفى. خلونا نروح لمحافظه اسوان ونشوف ايه اللي بيحصل هناك مع زميلنا عبد الله صلاح من محافظه اسوان. عبد الله مساء الخير، لو تطلعنا على الصوره والمشهد بعد 9 مساء، كيف يسير الوضع؟ هل تم اغلاق جميع اللجان حتى الان ام ماذا يحدث؟ تحياتي لحضرتك استاذ احمد ولكل الساده المتابعين. في محافظه اسوان الحمد لله انتهت عمليه التصويت على اللجان الاقتراع في انتخابات الرئاسه بكل سهوله ويسر. لم ترصد غرف العمليات أي شكاوى خلال اليوم الأخير وخلال الأيام الثلاثة من الانتخابات، زي ما بدأت عملية التصويت في أول يوم بطوابير في انتظار فتح باب التصويت في أول يوم، كذلك انتهت بطوابير أمام اللجان، وده خاصة في لجان المغتربين وكذلك حضور السيدات في مختلف لجان القرى والمدن أيضا. يعني هل رصدت اي شكاوى من المواطنين يا عبد الله في اثناء يعني سير العمليه الانتخابيه، ام العمليه صارت بسلاسه؟ على العكس تماما، يعني المواطنين كان اليوم الاخير كان على مدار اليوم هناك مسيرات، كان هناك ايضا يعني محافظ اسوان وجه بوجود عدد من الفرق الفنيه ل يعني اطفاء نوع من الفولكلور الاسواني ودعم الناخبين للنزول والمشاركة في الانتخابات، فتمت الحمد لله خلال الأيام الثلاثة بكل سهولة ويسر، ولم ترصد أي غرف العمليات أي شكاوى. يعني بشكرك على الرصد زميلي العزيز عبد الله صلاح من محافظة أسوان، شكرا جزيلا لي. خلونا نروح لمحافظة البحر الأحمر، يعني نشوف إيه اللي بيحصل هناك برضو. زميلنا العزيز عماد عرفة من محافظة البحر الأحمر، عماد مساء الخير، لو تقول لنا الوضع بعد 9 مساء وغلق الصناديق، هل تم غلق جميع اللجان الفرعية ولا امتد التصويت في بعض اللجان يا عماد؟ اتفضل.
مساء الخير يا احمد. مساء الخير هذا هي اني اغلب كان اخوكم على حتى المواعيد الرسميه بتاعتك الا ان هناك بعض اللجان اللي هم اللي بنسين الوافدين في بيت الارداء تمدد لهم تصويت حتى نهايه اخر ناخب فارق اللجنه لقعد الدقائق لجنة بعد نهاية التساعة لكل اللجان. طبعا النهاردة في كلمة طلعت على بعض المشاهد اللي كانت ظاهرة جدا في الانتخابات في اليوم الثالث للبحر الأحمر اللي بدأ تصوير مدينة حلب وسلاتين. لجان حلب وسلاتين النهاردة اتصفت قبل فتح اللجان تقريبا ساعة. كان في توضيح كان منظر يعني شد الانتباه أو لفت الجميع النهاردة الصبح بدري. لجان حلب وسلاتين كانت أول لجان انتظمت والمنتظرين فتح اللجان. كمان لجان الوافدين كانت النهاردة في البحر الأحمر بشكل عام عليها إقبال غير طبيعي، إقبال كبير جدا. حتى يعني لجان في مدينة رأس غارب الوافدين في مدينة الغردقة، وهو ده الحقيقة اللي أنا كنت عايز أسألك عليه يا عماد. لجان الوافدين وخصوصا في محافظة زي محافظة البحر الأحمر أكيد فيها عدد كبير من المغتربين والوافدين، برضو طمنا عليها لجان الوافدين. عندكم كم لجنة وافدين والوضع فيهم كان شكله إيه في البحر الأحمر؟ الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت 6 لجان وافدين في البحر الأحمر. طبعا محافظة البحر الأحمر دي من أكبر محافظات الوافدة للعمالة من كل محافظات الجمهورية. في مجال السياحة، مجال التعديل، وفي كمان موانئ البحر الأحمر، وفي مجالات أخرى مختلفة. الهيئة خصصت في مدينة رأس غارب لجنة تقلب شركات البترول تقريبا مكانها النادي الاجتماعي في شركة خليج السويس، ودي كانت بتشهد من أول يوم في الانتخابات حتى نهاية غلق اللجان في آخر يوم النهاردة طوابير من أول الصبح لحد آخر اليوم. كذلك في مدينة الغردقة تم تخصيص لجنتين، لجنة شمال المدينة في مدرسة الجوهرة ولجنة تانية في جنوب المدينة. يعني اتراعى، قصدك ان اتراعى التوزيع يا عماد؟ بالضبط، اتراعى التوزيع بقرب من المنتجعات السياحية والقرى السياحية والتجمعات العمالة في المناطق دي. مدرسة الرجاج دي جنوب المدينة الغردقة، ومدرسة القديس يوسف الغردقة دي كمان من المدارس اللي تمت فيها التصويت بعد غلق اللجان، لان كان فيها اعداد كبيرة جدا خارج اللجنة. كان وقت الإغلاق تم لأن رئيس اللجنة يعني استمر حتى نهاية آخر ناخب. في مدينة سفاجة كمان مدرسة صناعية، دي مدرسة وافدين جمعت كل العاملين في ميناء سفاجة البحري، وده ميناء بيضم عدد كبير جدا من العاملين في كل محافظات مصر. وكمان في مدينة مرسى علم، ودي طبعا مدينة معروفة إن هي بتستقبل عمالة كتيرة جدا من كل المحافظات العاملين في مجال التعديل. فكان ده ملفت للنظر اللي هي لجان الوافدين في بعلاوه. يعني الحقيقه شكر كبير على كل الرصد والمتابعه زميلي العزيز عماد عرفه من محافظه البحر الاحمر، بشكرك شكرا جزيلا. خلونا نروح لمحافظه بني سويف ونشوف الوضع من هناك عامل ازاي مع زميل هاني فتحي. هاني مساء الخير، اخبار بني سويف ايه ولجان بني سويف اخبارها ايه بعد 9 بالليل؟ كله تم الغلق ولا لسه في حاجه مستمره؟ مساء الخير زميلي احمد، ومساء الخير على كل مشاهدي اليوم السابع. بالفعل محافظه بني سويف مع التاسعة مساء اغلقت كافه اللجان ابوابها. لجان الكره كان في اقبال شديد مع الساعات الاخيره لغلق اللجان. في لجان كثيره استمر القاضي استمر في عمليه الاقتراع للساده الناخبين الموجودين داخل اللجنه لحين الانتهاء من اخر ناخب موجود جوه اللجان. حابب اقول لحضرتك ان محافظه بني سويف شهدت النهارده مسيرتين. المسيره الاولى كان بيقودها الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف، كانت بتضم اكثر من 3000 طالب وطالبه من طلاب جامعه بني سويف، اغلبهم من الطلاب الوافدين. زي ما انت عارف يا احمد ان محافظه بني سويف شهدت في السنوات الاخيره طفره في مجال التعليم العالي. عندنا في جامعه بني سويف 33 كليه اغلبها من الطلاب اللي من خارج محافظه بني سويف بالاضافه للجامعه الاهليه. فكان الاقبال شديد جدا على لجنه الوافدين اللي هي لجنه مدرسه الثانويه الميكانيكيه. حابب اقول لك ان احنا عندنا 4 لجان للوافدين في محافظه بني سويف، منهم لجنه في مدينه بني سويف نفسها، ودي كانت لجنه بتستقبل طلاب جامعه بني سويف، وكانت بتشهد اقبال كبير جدا من الطلاب الناخبين. واللجنه الثانيه في مدينه بني سويف الجديده شرق النيل، وكانت بتشهد اقبال من طلاب جامعه بني سويف الاهليه، بالاضافه للعاملين في محطه كهرباء غيادة العملاقه، بالاضافه للمنطقه الصناعيه. كان في مسيرة حديدة أخرى قام بها أهالي محافظة بني سويف، طاقة شارع عبد السلام عارف،
كان بيحتفل بيها الاهالي بنهايه الانتخابات. الوضع العام في محطه بني سويف كان فيه سقوط للامطار مع مساء اليوم مع الساعه الخامسه كان فيه سقوط للامطار، الا ان الامطار سقوط الامطار لم تمنع الناخبين من الوصول والاقتراع داخل اللجان وخاصه في لجان الكرة. يعني ما فيش حاجة أثرت على سير العملية الانتخابية عندك وكله تم بشكل طبيعي الحقيقة؟ بشكرك. بالعكس بالعكس على الرغم من سقوط الأمطار إلا أن كان الإقبال شديد جدا في لجان الكرة اليوم في محافظة بني سويف. أنا بشكرك شكرا جزيلا على الرصد والمتابعة زميلي العزيز هاني فتحي من محافظة بني سويف. خلونا نروح لمحافظة أخرى. أنا يعني المحافظات إحنا ما بنختارش حد شخص بعينه، هي الموضوع عشوائي تماما يعني علشان بس السادة الزملاء ما حدش يزعل مننا. خلونا نروح لمحافظة مثلا أسيوط وناخد زميلنا العزيز هيثم البدري من هناك. هيثم مساء الخير، محافظات أسيوط هل تم غلق جميع اللجان أم ماذا يحدث الآن؟ بداية تحياتي يا أحمد ليك ولكل الزملاء وكل متابعينك الكرام وكل متابعي ومشاهدينا من السابع. طبعا الصوره في أسيوط ما تختلفش عن اللي اتكلموا فيه الزملاء، اما فيما يخص موضوع غلق اللجان بالفعل يعني بعض اللجان استمرت بعد مواعيد الغلق نظرا لوجود ناخبين وفقا لتعليمات الهيئه الوطنيه للانتخابات الانتظار لاخر ناخب موجود اللجنه. أسيوط كان المشهد فيها اكثر من رائع، بنتكلم من يعني خلينا اكلمك عن اليوم الثالث تحديدا، كانت مشاهد يعني لو نقدر نوصفها كده لا تدل الا على ثقافه المواطن المصري وتحضره وازاي هذه الانتخابات الرئاسيه هي خامس يعني انتخابات تعدديه في مصر خرجت بهذا المظهر الجمالي والمشاركه لكل الفئات العمريه. خلينا اكلمك عن مشاركه المراه الصعيديه وهي تختلف في الخروج عن يعني تختلف في الخروج عن باقي محافظات مصر. خلينا اكلمك عن الشباب اللي يمكن قبل كده ما كانتش مشاركتهم بالنسبه اللي شفناها في هذه الانتخابات في استحقاق دستوري مضى كان بالفعل كل الفئات العمريه كانت مشاركه. المسيرات اللي تنظمت بشكل كبير جدا سواء من الاحزاب السياسيه او من الاشخاص العاديين او من الشباب او كل الفئات العمريه شاركت في هذه المسيرات اللي كانت قدام اللجان بالعلامه المصريه والهتافات المصريه. ده كلها يعني في النهايه يتحط في مربع واحد ان حاله الوعي وحاله الثقافه اللي فيها المواطن المصري هي اللي كان السلوك الحضاري وهي اللي اظهرت هذه الصوره التي ابهرت العالم. ده حقيقي يعني ختمها بجمله جميله جدا زميلي العزيز هيثم البدري، هي مظاهره في حب مصر يعني شعارها الوعي، وعي المواطن الحقيقه فرق جدا الفتره اللي فاتت. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز هيثم البدري من محافظه اسيوط شكرا. خلونا ناخد اخيرا محافظه الاقصر وما يحدث هناك مع الزميل العزيز احمد مرعي. اهلا بك يا احمد ومساء الخير، يعني لو تطمن على الوضع عندك في الاقصر يا احمد اتفضل. اهلا بحضرتك استاذ احمد واهلا بكل جمهور اليوم السابع اللي استمتع معانا وعاش معانا على مدار ثلاث ايام اجواء من ملحمه طبعا شعبيه وملحمه في حب مصر وفي حب الوطن. ابتدت من يعني من اسكندريه لاسوان. خلينا نستقر في الاقصر في الختام. محافظة الأقصر معروفة إن هي من أكبر المدن السياحية في فصل الشتاء، إحنا عندنا حالياً الموسم السياحي الشتوي، الموسم الأهم في مصر بيكون في الأقصر وأسوان، شعب الأقصر يعني على مدار الثلاث أيام والنهارده في الختام أثبت للعالم أجمع إن هو شعب متحضر، شعب واعي، شعب مثقف، شعب عارف قيمة استقرار الوطن بيكون من خلال المشاركة والتصويت في الصندوق الانتخابي. كان الإقبال طبعا يعني في الساعات الأخيرة إقبال كبير وملحوظ في ليان قلب مدينة الأقصر، يعني على مدار اليومين اللي فاتوا كان الإقبال أكبر في القرى والنجوع، ولكن طبعا يعني مع ختام الأسبوع وهدوء الأجواء والزخم السياحي في نهاية الأسبوع كان في إقبال كبير من الشباب والفتيات في ليان مدينة الأقصر بالذات. الشباب دولت هم اللي إيدهم في مجال السياحة، هم الموجودين في خدمة سياح العالم من كل مكان. انتهوا من دورهم صباحا واستقروا في الليان مساء للتصويت، والأهم من التصويت كانوا بيشاركوا في التنظيم وخروج المشهد بشكل جميل زي ما رصدناه على تلفزيون اليوم السابع. بالتأكيد كمان المسيرات لم تنتهي ولم تتوقف حتى آخر دقائق من غلق الليان، مسيرات في كل مدينة وفي كل قرية. يمكن احنا رصدنا عدد من المسيرات تبث مباشر على صفحة اليوم السابع وتلفزيون اليوم السابع، وكمان بعض المسيرات رصدناها من خلال التغطية المباشرة
يعني في كل مكان بالصور والفيديوهات طبعا. يعني الشعب كان يعني في ملحمة عظيمة في حب الوطن داي. والإثبات للكل إن الرد موجود في صندوق من الشعب المصري لضمان ودعم استقرار الدولة المصرية. بالتأكيد يعني برضو جملة جميلة نختم بها مع زميلنا العزيز أحمد مرعي، الكل عايز استقرار الدولة المصرية، الكل عايز استقرار الوطن، الكل كان هدفه واضح وصريح هو استقرار هذه البلاد. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز أحمد مرعي من محافظة الأقصر، شكرا لك. شكرا لحضرتك. دي كانت جولتنا مع حضراتكم في محافظات مصر. على الشاشة أمام حضراتكم كل كاميراتنا موجودة في كل مكان في مصر لرصد الصورة أمام حضراتكم من صباح اليوم، اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. يعني المصريين بيسطروا الحقيقة شكل جميل، شكل مبهج الحقيقة في كل مكان في مصر، زي ما احنا شايفين مظاهرة في حب مصر بالأعلام، الأسر خارجة بالأطفال، كله خارج بيقول أنا ليا صوت، أنا ليا حق، أنا نازل أنتخب، أنا نازل أقول صوتي، أنا عايز مين الفترة الجاية هو قبطان السفينة، هو قبطان المركب، هو القائد اللي هيقود مصر ويعبر بيها لبر الأمان، مع زيادة الوعي اللي شفناه الفترة الأخيرة. أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.